العافية. خلونا نسمع تحية العماد بن علي على هذه المشاركة وعلى هذا الحضور، يستاهل ختام المتسابقين الواصلين إلى مسرح الشادي لهذه الليلة ذيب المري مع الزميل سعد الغرمول. أبو ناصر تفضل. مرحبا سلطان، معي آخر المتسابقين ونقول إن شاء الله أن ختامها مسك. مرحبا ذيب المري. مرحبا يا ذيب. مرحبا أبو ناصر، الله يطول عمرك. كل شيء ذيب باقي كرت توفيقي بيد الله سبحانه، أنا متوكلين على الله، محضرين شيء إن شاء الله اللي أنا أولا مرتاح منه وواثق إني إن شاء الله بأدي الأداء اللي ينال إعجابي أول عقبه إعجاب المستمعين. نسأل الله التوفيق، الله يوفق إخواني ياخذوا الكروت، عز الله يسهلون. ما عاد في شيء. الله يوفقك يا ذيب وقدامك المسرح، والله يوفقك إن شاء الله. تفضل. مشاهدينا خلونا نشوف استعدادات ذيب من خلال هذا التقرير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك على مشاهدينا الكرام، على أخواني المستمعين. نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بالنسبة للمسابقة مجهزين إن شاء الله الشيء اللي جمعنا قدام جمهورنا محبينا والشيء اللي يجوز إن شاء الله للمستمعين، وخصوصا اللجنة ما غير قصروا الباقيين. أما بالنسبة للتجهيزات والتدريبات لا يعلى عليها، بيض الله وجهك أبو ناصر ما قصرت، جبت لنا احد اكبر الملحنين عندنا وقدمنا الشيء اللي عنده، قدمنا الشيء اللي عندنا له، اعطانا رايه واستفدنا منها اشياء واجد. انا يذيب صدق ما كنت اعرفها واستفدت. نسال الله التوفيق في الدنيا والاخره يا رب. وانت سالم يعطيك العافية ذيب، صح صوتك طول عمرك. ذيب طبعا أحد المتأهلين في الحلقات الماضية بالأعلى نسبة ما بين المتسابقين، عسى فالله التوفيق. خلونا نستمع إلى رأي لجنة التحكيم، نبدأ مع حسين البيد. أبو سالم مرحبا يا ذيب. الله يبقيك أبو سالم. يقول الحين ده أنت متحفظة قريب ولا من زمان؟
لي فترة لكن ماني ب لحن تعجيزي انا لو اني بغنيها بالي 10 سنين لين اتحفظ. طول عمرك ابو سعد ما شاء الله تبارك الله. طول عمرك ابو سعد. لا طلعت انت من انا قلت يعني البيت الثاني بترحل شوي ولا بتغير شوي في اللحن ولا من اول بيت لاخر بيت. الله يوفقك ولو عندي كرت كان خذيتها لكن الله يوفقك يعطيك العافيه. لا انت ابو فارس مرحبا يا ذيب. الله يبقيك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الحقيقه النوع من الالحان هذا صعب جدا وانا اعرفه تماما وادركه اعرف صعوبته وين بالضبط. يمكن بدايه الصوت اول بيتين يمكن ما فتح الصوت معك زين الكلمات بعدها ما صرت تفهمها زين لانه تضايق عندك صوت. البيت الثالث والرابع تجلى الابداع عندك وحتى في مفاصل اللحن انا اعرف اللحن هذا وين يرتفع واعرف وين ينزل واعرف خصائصه كلها. انا اشكر كثير وربما لرجع بعد ما تأدي أداءك الثاني لأن صراحة أنا طربت فعلاً إحنا نحتاج نوعية من الألحان ربما يمكن الشكل السائد في المسابقة أنها غنائي بشكل عام ولكن هذه التراثيات والفلكلور يعني من 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 جذور الأرض هذه وأنا أستغرب على اللي يأدون وأديته وأبدعت فيه وقدمت ملمح جميل ملامح الإبداع. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. طبعاً ذيب إنك تكون أدائك في تخصص أبو فارس خاصة وتكون هذه الإشادة فهذا شيء كبير وأنت تستاهله. نستمع لرأي الدكتور فيصل. حياك الله يا ذيب. الله يبقيك يا دكتور. ذيب أنا عجبني الأداء كأداء نغمي لكن دائما أنا بركز ما أدري عكس اللجنة الزملاء إنه وين جنس المقام وأصله وكذا يعني لقط إنه هو بيات تمام بس فين الطلوع فين النزول. أنا النغمة حلوة إحنا ما متفقين ما أقطع كلامك بس هو اللون كذا يمكن ولا ما أقطع كلامك هنا هذا شايع عنده علم لكن أنا جبت اللحن تحدي لأخوياي لأنهم قالوا لي إنه ما راح يعجب الدكتور لكن أنا أعتذر إذا ما عجبك. لا لا مو أنا عجبني هذه مجازفة صراحة. أنا عجبني أنا عجبني أنت عارف أنا إيش أبغى معليش يا الأخوة لا يفهموني غلط التعريف تعرف أنا إيش أبغى أنا أبغى يعني مثلاً تعطيني لحن اللحن هذا شعبي زي ما قالوا الإخوة هنا في اللجنة يعرفونه وأنت قلته ممتاز أنا عجبني هو يقول الأداء. عجبني قبل كل شيء أنا عجبني الأداء صوتك جميل وأنت قلته يعني يبدو لي على أكمل وجه ما في نشاز وزي ما قال أبو سالم من بداية للنهاية التون واحد ما نشست ولا طلعت فهذا دليل التمكن. حتى سألك أنت لك كم سنة تقوله فأنت دخلت تحدي مع زملائك ونجحت في التحدي ترى بس أنا اللي أقصده أنه ما في طلوع نزول خروج نغم عرب إيش اللي يلحن اللي يعني يميز اللحن والأداء لما تعطيني قرار فيه تعطيني خرجة كده لمقام وترجع تعطيني هذا اللي يقوي اللحن فاهمني أنت صح. فهذا اللي أنا أقصده كنت حاب أسمع شيء ثاني بعد إذنك يا سلطان لو بيت واحد بس غير اللحن هذا. هذا اللحن جميل متفقين يلا والله والنعم الله يطول عمرك والنعم بيوم جميع يلا اعطينا مقام ثاني الله يدار لحبابك ولله من اسمه نصيب وانا نصيبي من البيبان مقفولها غربت نفسي بنفسي لين صرت الغريب اللي عجز يا صلى الديره وهو حوله. كان في فرق في التون اعطيك العافيه. هذا اللي انا ابغاه لكن ترى انت غيرت في التون شوي. نعم صحيح اي نعم هذا اللي انا اقصده يعني في النهايه صوتك جميل. انا ما حقيمك على هذه طبعا حقيمك على الاولى اللي قلت لي شهادتك شرف ما حتعجبني لا عجبتني شهادتك شرف يا دكتور الله يسلمك فبالتوفيق يا حبيبي. يعطيك العافيه يا دكتور. ذيب الان اختبار اللجنه التحكيم في الاداء عليه تلي قلبي تلي طير على طلع وكيد جود المقرود سابقه وعيا يطلقه يوم فعرك
جناح على قاس الحديد وانكسر ريش النداوي ولا الله وفقه. تفضل على اللحن حقك يا ابو سالم. ذيب انا ابغاك تقلدني في شغله. ابشر. تمام؟ اذا قدرت ابشر. لا تقدر ان شاء الله باذن الله. ابغاه في نفس اللحن هذا. شوف انا بقول يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهه من ما نامه نبهه من ما نامه. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهه من ما نامه نبهه من ما نامه. قل له إني على وعده بحب مقيد حتى يوم القيامة حتى يوم القيامة. ألعب لي إياها كذا. أنا ما بحفظ الكلمات أطلعها في الجوال. يا رجال قدامك الكلمات روح. لا هذه هذه قصدك في هذا الأداء. إيه نفس الأداء هذا. ولو جبت أعطيك درجة كاملة. يلا وألزم الشباب هنا. تلقى قلبي تل طير على طلع وكيد جود المقرود سابقه وعياي. غير اللحن. لا أنا ما أبغى اللحن هذا. ها. بنفس اللحن اللي قاله أبو تل قلبي تل. بس يكون في طلوع ونزول. أبدأ قرار بعدين أطلع جواب. قول نفس اللحن بس بقرار وجواب. يلا. تل قلبي تل طير على طلع وكيد جود المقرود سابقه وعياي طلقه. عيدها وقول جود بطلوع وقولها بنفس القرار من البداية. يعني شطر الأول. أيوة نعم. قرار بعد جواب. يلا طلع. تلي قلبي تلي طير على طلع وكيد جود المقرود سابقه وعياي طلقه. كمل. جود المقرود سابقه وعياي طلقه يوم فعرك جناح على قاس الحديد وانكسر ريش النداوي ولا الله وفقه. السلام. ضبطت. هذا احسن لحن عجبه ابو سالم. الله يطول عمرك. طيب يكمل الاداء على الاداء الاول ولا اكتفينا؟ اكتفينا. اكتفينا؟ ابو فارس. دكتور بعد دكتور فيصل بعد ال 15 اختبار هذه الدرجه كامله؟ والله كامله. والله عجبني. استاهل ذيب المري. يعطيك العافيه ذيب. شكرا لك. عسى فالك التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. ولا انت